نفذت القوات البحرية بالاشتراك مع نظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة. قال المتحدث العسكري إن الأنشطة التدريبية تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لمجابهة التحديات التي تواجه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وكيفية حماية هدف حيوي بالبحر كمنصات الغاز والبترول ضد التهديدات غير النمطية والتدريب على مجابهة اللانشات السريعة المعادية. للمزيد من التوضيح ينضم إلينا الآن اللواء نصر سالم مستشار أكاديمية نصر. سيادة اللواء، ما أهمية تنفيذ هذه التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا التوقيت؟ مثل هذه التدريبات دائما بيكون لها هدفين رئيسيين، هدف تدريبي وهدف عمليات. نعم. الهدف التدريبي ان بيطلع كل طرف على ما احدث ما لدى الطرف الاخر من معدات، من اسلحه، من اجهزه، تكتيكات، اساليب قتال، كل هذا بيطلع عليه، ثم هناك خبرات لدى كل طرف، هذه الخبرات بيتم تبادلها بالنسبه للاهداف التدريبيه. اما الاهداف العملياتيه فهي ان ممكن نتعرض كلا القوتين للعمل معا ضد عدو مشترك بيهدد مصالحنا، بيهدد اهدافنا الحيويه في مجالنا الحيوي بالبحر المتوسط، وبالتالي قد تشترك كلا القوتين في مواجهه هذا التهديد او هذا الاعتداء. فيلزم في هذه الحاله ان يبقى في نوع من التفاهم والتدريب المشترك على كيفية تنسيق التعاون في التعامل ضد هذا الهدف، توحيد مفاهيم كلا القوتين في كيفية التعاون معا وصد هذا الهجوم أو تأمين أهدافنا الحيوية، سواء كانت منصات غاز أو منصات بترول أو أي طرق أو وسائل مواصلات لينا من القطع البحرية بتاعتنا في البحر عندما تتعرض لأي تهديد لا قدر الله. أيضا عمليات التفتيش وحق الزيارة والتفتيش لأي سفينة مشتبه فيها، العمل ضد اللانشات السريعة اللي قد تستخدم مع العناصر الإرهابية أو أي تهديد آخر قد يعرض أهدافنا الحيوية للخطر. فبالتالي يجب أن يكون هناك تدريب مشترك بين كلا القوتين لكيفية مجابهة هذا التهديد والقضاء عليه. شكرا جزيلا اللواء نصر السالم مستشار أكاديمية نصر العسكري على هذا التوضيح.